خلينا بقى نروح لمواطن مصري بعد ما خدنا هذه الجرعة من الجمال والتفاؤل فيما يخص هذه الزيارة التاريخية والعظيمة اللي هنكسب منها كتير جدا، ويا رب تفضل كاملة كده على خير لحين انتهاء، ويا رب نقدر نستفيد من تداعياتها. برضو لازم ما ننساش الجهود بتاعة التأمين، وهنا نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا ان حضراتكم تعرفوا ان هذا الوطن اللي بعض الناس بتشكك في الكفاءة الأمنية وبعدم استقراره كان عنده حدث مهم على مدار 3 ايام في منطقة مهمة جدا اللي هي الإسماعيلية، فكان في تأمين في الإسماعيلية، ثم تاني يوم او بعدها ب10 ساعات على طول عندنا زيارة مهمة بتاعة بابا الفاتيكان، الحمد لله يا رب وتكمل على خير. تعالوا نروح برضو للمواطن المصري، المواطن المصري النهارده واحد من صناع البهجة وناشري رسائل المحبة والسلام، هذا الشاب السكندري العظيم رمضان إبراهيم صانع البهجة، عمل ايه؟ خلينا نشوف هو بقى ليه المواطن المصري. خارج حدود الأمل يا قلبي ليه عايش؟ من غير أمل بنموت، تدبل سنين العمر، تسقط تعدي تفوت. وانت ماشي على كورنيش اسكندرية هيلفت نظرك لمة الناس حوالين مواطن بيناقشوا معاه كتاب اسمه رمضان بائع البهجة، الاسم غير تقليدي والمؤلف كمان غير عادي. اسمي رمضان محمد إبراهيم، اتربيت في ملجأ الأيتام. أول ما أبويا مات، وأنا بتولد، أمي ماتت بعد الولادة 3 سنين، رغم إن أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية، بس لكن بحب الأمل وبحب الرسم، والكتاب ده عامله عن المرأة علشان أمي لما ماتت طلعت كل مشاعري واحتياجاتي لأمي. لما كنت في الملجأ دخلوني مسابقة في كتابة القصة وقالوا إن إحنا عندنا متحدي الإعاقة الذهنية بيألف. طلعت المركز الأول على مستوى اسكندرية في كتابة القصص القصيرة. الكلام ده من 5 سنين. لكن بإذن الله يبقى عندي قصص للأطفال تربوية، إزاي أخلي الطفل يبطل يعني الطفل ما يقلقش أبوه يبقى مدخن. فعملت قصة، عملت حوار ما بين ولاعة وسجارة، وإن الولاعة بينصحوا الطفل يبعد عنهم، لكن الطفل صمم وشرب السجارة وقع. الاب جري بيه المستشفى، فحلم الطفل في المنام ان السجاره عايزه تخنقه ولا عايزه تولع فيه، وقرر ان هو ما يقلقش ابوه. رمضان وصل بفكره ومجهوده للناس العاديه وقدر يجذب انظارهم بموهبته، بس ما كانش يعرف انه لفت انظار حتى المثقفين كمان. تعرف انك هتشارك في معرض اسكندريه الدولي للكتاب؟ لا ما اعرفش. ده دي حاجة جميلة جدا، بثبت للناس رسالة ان المتحدي الإعاقة الذهنية ده مش حاجة هايفة، يقدر يألف ويقدر يبدع ويقدر يرسم على الحيطان. عايز شقة تحميني لأن عندي مرمي في الدور الأرضي في مكان كله صرف، الصرف ده جاب لي روتيزم على جسمي وعظمي، معاش والدي هاخده، وعايز امثل مع اشرف عبد الباقي. يا رب ادينا ربع الاراده اللي موجوده عند رمضان بائع البهجه، يا رب وزع على المصريين شوية من عند البهجة والمحبة والإرادة اللي في روح رمضان. انت عارف حضرتك يعني ايه من ذوي الاحتياجات الخاصة وعنده قصور ذهني ويكون بكل هذا الوعي ويألف هذه القصة الحقيقة المبهرة جدا عن التدخين عشان يكره الأطفال في التدخين؟ عارف يعني ايه عنده إرادة، عنده إرادة ان هو يألف هذا الكتاب؟ عارف يعني ايه يبقى قاعد على الرصيف بيرسم ويوزع اللي بيرسمه على الناس عشان الناس تبقى مبسوطة؟ عارف يعني ايه بيعمل كل ده ومحدش بيسنده ولا بيدعمه؟ عارف يعني ايه احنا بننشر كام كتاب مالهمش اي لازمه لناس كتير جدا؟ بقينا بنيجي عند دول ونطلب منه انه يحط كل تحويشه العمر علشان يطبع الكتاب ده، بينما دور النشر غفله تماما
عن دورها المجتمعي. رمضان محتاج لدعم، ده لو في ناس أنا آسف عندها قلب وعقل وبتفهم هذه الموهبة وهذه الرسالة. رمضان محتاج لدعم مش لأنه عنده قصور ذهني، لأن اللي ما بيدعموش رمضان واللي سايبينه على الرصيف كده هما اللي عندهم قصور ذهني. نشوفكم بعد الفاصل.